بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه نهايه الاسبوع، لكن الحلقه بالتاكيد النهارده هيكون فيها الحديث عن موضوعين: موضوع الاستعداد وغلق الحديث عن المباريات المحليه وبدء الاستعداد لمباريات كاس العالم للانديه، لان خلاص خلال 72 ساعه على بركه الله تطير بعثة فريق النادي الأهلي إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية. والفترة اللي جاية هيكون حديثنا دولي تحت إشراف الفيفا، وحديث عالمي عن النادي الأهلي اللي بيشرف مصر وبيشرف الكرة المصرية في المحافل الدولية. ده موضوع الأول. الموضوع الثاني، وبالتأكيد حديث كل المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي المصري في مصر وخارج مصر، وتحديدا في الصحافة الإنجليزية والصحافة الأوروبية، وحديث عن رحيل مارك كلاتنبرج، والصحف الأجنبية بالتأكيد بتلقي الضوء على هذا الموضوع، ولكن للأسف في إطار سلبي بسبب بعض التصرفات التي تمت خلال الساعات الأخيرة. حلقة فيها كواليس وتفاصيل، والنهاردة هنلقي الضوء وهنتكلم في أدق التفاصيل والكواليس اللي بالتأكيد محدش اتكلم فيها قبل كده، لكن تابعونا من خلال برنامج الترند زي ما أنتم متعودين معانا كل يوم. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز كل السادة المشاهدين والمتابعين معانا يوجهوا رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد تصدر الدوري وقبل سفر الفريق لكأس العالم للأندية. تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من مشاركات حضراتكم على سؤال الحلقة. لكن سريعا نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية. وكمان عبد المنعم وياسر إبراهيم جاهزان لمونديال الأندية. وأخيرا اتحاد الكرة يعلن قبول استقالة كلاتنبرج. في موضوع كلاتنبرج تحديدا عندنا تفاصيل مهمة جدا أكيد هنتكلم فيها بكل صراحة. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهارده بالتاكيد عندنا مباراه مهمه جدا، وهي في الدور ربع النهائي لكاس العالم لكره اليد. ربنا يوفق منتخبنا يا رب ورجال مصر في هذه المباراه الصعبه. الساعه 9:30 من مساء اليوم السويد ومصر. دور الثمانيه مواجهه صعبه، اكيد الارض والجمهور وعامل الارض بالتاكيد هيكون في صالح منتخب السويد، لكن ان شاء الله رجال مصر قادرين على اداء ونتيجه والتاهل لمرحله الدور نصف النهائي. نروح بقى للكوره وكأس رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا. النهاردة الساعة 10 من مساء اليوم نوتنغهام فورست هيستضيف مانشستر يونايتد. وكمان في كأس ملك إسبانيا النهاردة في مباراتين، الساعة 10 برشلونة يستضيف ريال سوسيداد، والساعة 11 أوساسونا يستضيف إشبيلية. دي مباريات اليوم، لكن طبعا مباراة كرة اليد النهاردة هتكون محل اهتمام ومتابعة كبيرة جدا من الشعب المصري بجميع توقفه واهتماماته، حتى لو بيتابع الكرة بس أكيد هيكون فيه اهتمام بكرة اليد. النهاردة عندنا منتخب مصر بيلعب مباراة صعبة وقوية ومهمة مع منتخب السويد. دي كانت أبرز واستعراض مباريات اليوم. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع للفقرة الهامة جدا المليئة بالكواليس بخصوص رحيل مارك كلاتنبرج وماذا حدث في الساعات الأخيرة، وهل الخبير الإنجليزي سيخرج لوسائل الإعلام خلال 24 ساعة القادمة للرد على هذه الاستقالة أو قبول اتحاد الكرة لاستقالته؟ ده هنعرفه بالتأكيد من خلال الفقرة التالية. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب الحديث بالتأكيد عن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، لأن للأسف النهاردة اتحاد الكرة خد قرار بقبول استقالة الرجل ده على حد قولهم أن الرجل استقال والاتحاد قبل الاستقالة. يمكن النهاردة صدر بيان من قبل اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء قبول استقالة السيد مارك كلاتنبرج وتكليف الشؤون القانونية بالاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم، كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم. طيب هنا احنا عندنا شقين، في شق فني متعلق بالقرار اللي صدر من اتحاد الكرة، وفي شق تاني متعلق بصورة الرياضة المصرية في العالم وفي الصحف الأجنبية اللي تناولت النهاردة الحديث عن رحيل كلاتنبرج، ولكن للأسف بشكل مسيء للرياضة المصرية وللكرة المصرية تحديدا خلال الساعات الأخيرة. الأول هتكلم على الشق الفني. أولا اتحاد الكرة للأسف
للأسف تعامل مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج مش بإطار إنه بيطور المنظومة ولا لم ينجح في إطار تطوير المنظومة التحكيمية إطلاقا. هم تعاملوا معاه على إن في شكوى جت من أحد الأندية، وعلى طول اجتماع ما بين الرابطة والاتحاد مع الراجل. فبالتالي الشق الفني اللي الاتحاد اتعامل معاه مع مارك كلاتنبرج اللي متولي المسؤولية من شهر 8، واحنا النهارده في شهر 1، بعد 5 شهور جايين يكلموه، هو فين التطوير؟ هو فين المعسكرات؟ واحنا الحمد لله والحلقات مسجلة وموجودة، احنا الوحيدين اللي في التوقيت اللي كان النادي الأهلي بيكسب كنا بننتقد مارك كلاتنبرج على فكرة إنهم مش شايفين تطوير. تخيلوا، احنا الوحيدين اللي كنا بنتكلم لصالح المنظومة التحكيمية، وكنا في نفس الوقت بنأيد فكرة إن الراجل يستمر عشان يكمل أهدافه، بس مهم جدا وهو بيشتغل يعمل تطوير بجد، وده ما كناش شايفينه. لكن الاتحاد لما حب يتدخل، اتدخل إمتى؟ لما جات له شكوى من نادي ما، وكلكم عارفين طبعا الشكوى وإيه اللي حصل في الساعات الأخيرة. يبقى إذن الاتحاد لما اتخذ عدة قرارات في الساعات الأخيرة ضد مارك كلاتنبرج ما كانش هدفه تطوير المنظومة التحكيمية. أنا بقول الكلام ده وعارف أنا بقول إيه بالظبط. لأن الاتحاد على مدار 5 شهور لا كان بيتكلم مع الراجل في معسكرات، ولا كان بيسأله على أي حاجة بتتم في الفترة الأخيرة. إحنا الوحيدين اللي كنا بنتكلم عن التفاصيل الفنية، لأن كان هدفنا إن المنظومة التحكيمية تنجح، ومش هتنجح إلا بوجود خبير أجنبي رقم واحد، بالإضافة لده إن الخبير الأجنبي اللي يجي يكون شغال بجد. لكن الاتحاد لما خد قرار دلوقتي، ولما عمل مشكلة مع رئيس اللجنة مارك كلاتنبرج، كان الهدف إن في شكوى من أحد الأندية على الأخطاء التحكيمية، في ظل إن في الاجتماع اللي تم ما بين مارك كلاتنبرج مع الرابطة واتحاد الكورة خرج أحد أعضاء اللجنة، وأنا قلت الكلام ده في حلقة سابقة وقلت بالاسم، الكابتن مجدي رزق عضو لجنة الحكام الحالية وعضو اللجنة السابقة، واتسأل من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وقال له هي إيه المشاكل الموجودة في التحكيم؟ ليه في مشاكل في الفار؟ الراجل وقتها رد وقال 3 كلمات، قال له ما كانش فيه تطوير، كانت التعليمات غلط، ما كانش فيه مبدأ الثواب والعقاب، وقال للأسف آخر 3 سنوات دي كانت المشكلة اللي بتواجه الحكام. يعني الراجل عضو اللجنة الحالي وعضو اللجنة السابقة اللي اشتغل مع اللجان السابقة، وآخرها لجنة عصام عبد الفتاح اللي اشتغلت في التحكيم آخر 2-3 سنين، عضو اللجنة قال ده للرابطة، قال لهم كانت التعليمات بتقال الحكام غلط، التعليمات بتتقال الحكام غلط. فبالتالي ما تجيش تحاسب بقى الراجل الإنجليزي اللي بقاله 4 شهور على خطايا تحكيمية موجودة آخر 2-3 سنين، وعلى تعليمات بتتقال غلط من واحد مسؤول عن تقنية الفار ما عندوش فكرة عن تقنية الفار، ومن رئيس لجنة ما كانش بياخد قرار بمبدأ الثواب والعقاب، كان بيتعامل بالحب، مين معايا مين ضدي، اللي معايا لو غلط هخليه يحكم، واللي ضدي لو هو كويس برضه مش هيخليه يحكم، ده اللي كان بيحصل. فانت جاي تحاسب كلاتنبرج على اخطاء ناس فشلت اخر 2-3 سنين؟ طبعا غلط، ولكن انت بتحاسبه على ان في نادي معترض، في نادي نتائجه سلبيه، فعايز اشيل الليله كلها والشماعه كلها تبقى لرئيس اللجنه وملف التحكيم وعنصر التحكيم، رغم ان هم شركاء اساسيين في المنظومه التحكيميه ازاي تدهورت ووصلت للشكل اللي احنا فيه. ده الشق الفني اللي كنت عايز اتكلم عليه. بالمناسبه في امور فنيه اخرى متعلقه ان في تدخلات تمت، وفي اعضاء في الاتحاد بيتدخلوا في القائمه الدوليه، والكلام ده مش انا بس اللي قلته، النهارده حتى الكابتن سمير محمود عثمان اتكلم فيه، واتكلم فيه بشكل واضح، وبجد انا بحييه على شجاعته ان هو حط ايده على صلب الموضوع واساس المشكله جايه منين، ان في ناس بتتدخل، وقال بالاسم عضو في مجلس اداره اتحاد الكره ازاي كان بيتدخل، وازاي العضو ده كان ليه دور ان احمد ابو العيلة لغايه اللحظه دي ما يتركش لجنه الحكام، وان يبقى مدير لجنه وبعد كده ملوش علاقه باللجنه واشتغل اداريات، وبعد كده يرجع تاني مدير لجنه ويخش في شغل محمد فاروق وتامر دري وايمن دجيش، وبعد كده يجي توفيق السيد ويتدخل في شغل توفيق السيد، مشاكل كتير جدا، وكان بينقل معلومات غلط اصلا كمان لمارك كلاتنبرج، واهمها هو اللي رشح وليد عبد الرازق لاداره مباراه الاهلي والمصري، والمباراه دي اصلا ما كانش هيديرها وليد عبد الرازق، كان هيديرها حكم تاني، راح مباراه تانيه لما امين عمر سافر تونس وادار مباراه الترجي والنجم الساحلي. انا بقول لكم الاسماء بالمباريات بكل حاجه. فالهيكل التنظيمي للجنه كان شغال غلط، واللي عمل كده مجلس اداره الاتحاد. جبت لجنه ثلاثيه تحط التعيينات، شلت احمد ابو العيله، رجعت احمد ابو العيله، حطيت توفيق السيد، دلوقتي انت بتحط توفيق السيد في خانه تانيه بعيده عن احمد ابو العيله. يا جماعه هو ينفع يبقى توفيق السيد مسؤول عن تعيينات القسم الاول وملوش مكتب في لجنه الحكام؟ ينفع
جايين تحاسبوا الخبير الانجليزي على ايه وانتوا اصلا من أيمين مش قايمين بشغلكم؟ كل هدفكم بس ان في نادي بيعترض ان في صوت عالي فنمشي الراجل. طيب ماشي، لما نشوف اللي هيجي بعديه مين؟ خبير اجنبي تاني طبقا للقرار، اوكي لما نشوف مين. بس اتمنى لما يجي يبقى في استقلاليه، يبقى في حمايه. وهنا بقى انتقل للشق التاني وهو الحمايه. الراجل اشتكى في الاجتماع من كذا حاجه، وانت كاتحاد كوره عندك لوائح وعندك لجان مختصه لازم تطبق اللوائح والقوانين ايا كان مين اللي بيغلط وايا كان مين صوته العالي. لان الصوت العالي ده النهارده للاسف صحينا كلنا الصبح على منشتات واخبار نازله في اكبر الصحف الاوروبيه والانجليزيه والايطاليه، الميرور، الديلي ميل، توتو سبورت الايطاليه، صحف كبيره جدا بتتكلم على رحيل كلاتنبرج بشكل سلبي. وكان سهل جدا استعرض كله، بس انا على الاقل هستعرض معاكم صوره واحده من الميرور البريطانيه النهارده واللي كتبت فيها، وده على فكره اخف واقل حده في المانشيتات بالمقارنه بالمانشيتات الثانيه. الحكم السابق مارك كلاتنبرج اجبر على الفرار من مصر بعد التعرض للعديد من الاساءات. شوفوا احنا وصلنا لفين، والصوره اللي بتتصدر للصحف الاوروبيه والعالميه من تصرفات شخص غير مسؤول وصلنا لهذا الحد ان الميرور والديلي ميل يتكلموا عن الرياضه المصريه بالشكل ده. هي دي الصوره اللي انتوا عايزين توصلوها على مصر بره؟ لولا اللي احنا بنحترم المشاهدين وحريصين على اسم وصوره مصر على المستوى الرياضي كنا ممكن نستعرض كل المانشيتات ونعملها بقى زيطه، لكن احنا في النهايه منتميين لبلدنا، حريصين على مصلحه بلدنا. الشخص اللي ارتكب كل هذه الاخطاء واللي الراجل اشتكى منه في اجتماع رسمي واتحاد الكره ما خدش اي اجراء، بل بالعكس لما امبارح نزل بيان قال لك ما هو لو في اي اجراء حصل معاك عندك المحاكم. يا سلام، الراجل جوه منظومه اتحاد الكره جاي بيشتكي لك من احد عناصر اللعبه تقول له عندك المحاكم؟ يا جماعه انتوا لو الاهانات بالنسبه لكم ممكن تكون شيء طبيعي وعادي، الغير طبيعي ان الراجل يجي يشتكي لك وتقول له عندك المحاكم. طب النهارده الصحف البريطانيه كتبت بس من غير ما تاخد تصريحات من الراجل، لسه ما خدتش منه تصريحات. وعلى حد معلوماتي ان الراجل بكره عنده مؤتمر صحفي او عنده انترفيو، عنده لقاء بكره هيتكلم فيه ويستعرض فيه كل الاحداث اللي حصلت. وعلى حد معلوماتي كمان هيستعرض ويقول مين النادي اللي كان بيطلب اسماء حكام معينه تجيله ومين حكام تانية ما تجيلوش. الوضع ايه لما يتقال ده؟ وبالمناسبه ده دي اقل حاجه، ما بالكم بقى بالتفاصيل التانية اللي ممكن يتكلم فيها ويطلع ويشرح للصحف العالميه ايه اللي تم معاه. ده دي حاجه تانية ممكن تحصل. لكن الصحف العالميه تتكلم عن مصر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، الميرور والديلي ميل والصحف الايطاليه تتكلم كده، ليه توصلوا الناس للشكل ده؟ قبل كده كارلوس ساكيروش وكانت مشكله ماليه وبتتلم بسرعه، لكن المره دي مشكله كبيره وهتجيب خبير اجنبي. هل هتوفر له الحمايه؟ قبل ما تفكر في الخبير الاجنبي هتوفر له الحمايه؟ انت مش قادر توفرها لنفسك، هتقدر توفرها للخبير الاجنبي؟ واحنا هنا في الاهلي تحديدا لن نقبل باي حكم سابق مصري، مع كامل الاحترام والتقدير ليهم، ده عشان نرفع عنهم الحرج. بالمناسبه احنا مش بنقول مش عايزين مسؤول او حكم مصري سابق يدير اللجنه لامر فني، لا بالعكس احنا بنرفع عنهم الحرج لان الموضوع بقى كبير واكبر من اي مسؤول تحكيمي يقدر يدير المنظومه في البيئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لكن الخبير الاجنبي اللي هيجي هل هتوفر له الحمايه انه يقدر يشتغل بدون تدخلات من اعضاء في اتحاد الكوره، بدون طلبات من احد الانديه في تعيين وتغيير اسماء الحكام؟ ما احنا استعرضنا قبل كده مكالمه مهمه جدا للكابتن هاني سعيد وهو بيتكلم على ما جبناش حكم اجنبي لان الحكم اللي جه كنا مرتاحين له. للاسف في كلام كتير ممكن يتقال، ولكن لما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه. مش هرد بقى على اي شخص اتكلم عني بشكل سلبي لان احنا هنا عندنا موضوعات اهم تهم الساده المشاهدين، ولا ننساق وراء اي مهاترات او امور فرعيه، لا هتقدم ولا هتاخر ولا هننزل لاي مستوى. اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف الاهلي ممثل مصر كيف يستعد لكاس العالم للانديه. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب استكمالا كمان لموضوع اتحاد الكوره والقرار اللي صدر بخصوص مارك كلاتنبرج، عندي كمان نقطه مهمه جدا وممكن تكون غايبه على ناس كتير بخصوص المرحله اللي جايه. انت دلوقتي اقلت او
قبلت استقاله مارك كلاتنبرج. على فكره موضوع الاقاله والاستقاله نستنى عليها شويه لما نشوف تصريحات مارك كلاتنبرج بكره بالليل هيكون فيها ايه عشان نعرف الوضع بالظبط، لان لو في استقاله كنت اتمنى اتحاد الكره ينشر الاستقاله على الموقع الرسمي او على الصفحه الرسميه عشان نعرف الراجل استقال وقال ايه حتى في تفاصيل استقالته. ولكن دلوقتي الراجل استقال، مش المفروض اتحاد الكره يطلع قرار او بيان اعلامي يعرف الناس مين المسؤول عن التحكيم الفتره الجايه؟ يعني من دلوقتي الكلام الدائر في الوسط ان الكابتن محمد فاروق القائم باعمال رئيس اللجنه بعد توجيه الشكر لمارك كلاتنبرج، هل في قرار طلع الناس عرفت ان محمد فاروق حاليا هو المكلف باداره اللجنه لحين تعيين خبير اجنبي؟ ما طلعش. هل الناس عرفت طب مين اللي هيشتغل مع محمد فاروق؟ محدش عارف. انا بطرح السؤال ده ليه؟ ودي رسالتي للاتحاد المصري، يا ريت يا جماعه نتعامل بشفافيه، تعرفونا دلوقتي في الفتره الحاليه مين اللي بيدير ملف التحكيم؟ مين اللجنه اللي هتشتغل مع الكابتن محمد فاروق لو هو اللي تم تكليفه؟ مين الاعضاء اللي شغالين معاه؟ هل محمد فاروق عنده كافه الصلاحيات لاختيار الاعضاء اللي هيشتغلوا معاه لحين تعيين خبير اجنبي؟ كل التفاصيل دي عايزين نعرفها، لان هنستعرض مع بعض دلوقتي جدول الدوري. وشوفوا جدول الدوري في اليوم والتوقيت اللي رحل فيه مارك كلاتنبرج، الجدول وضعه ايه؟ والفتره الجايه هنشوف جدول الدوري ده هيحصل فيه شقلبه وهتبقى الجدول شكله ايه؟ الاهلي في الصداره بعد 15 مباراه ب 37 نقطه. فيوتشر في المركز الثاني وبيقترب كثيرا جدا من دوري ابطال افريقيا ب 31 نقطه. بيراميدز في المركز الثالث وبينافس فيوتشر على مقعد دوري الابطال ب 30 نقطه. المقاولين العرب في المركز الرابع 27 نقطه. الزمالك خامس 26 نقطه وعنده منافسه على المركز السادس والسابع مع الاتحاد السكندري وغزل المحله والمصري، ولكل منهم 26 25 25 20 نقطه. ثم بقى اسوان الفريق الممتع اللي عامل نتائج طيبه ب 18 نقطه، ثم سيراميكا، سموحه، طلائع الجيش لغايه اخر فريق في الجدول النادي الاسماعيلي. نتمنى له التوفيق يا رب والاسماعيلي يخرج من الكوه دي بسرعه. ده جدول الدوري دلوقتي وقت رحيل كلاتنبرج. لما نشوف بقى الماتشات الفتره الجايه ايه اللي هيحصل فيها والنتائج، لان انا حذرت مره واثنين وثلاثه في شخص بيتواصل مع لجنه الحكام وهو بنفسه طلع قال ده، قال كلمت توفيق السيد، وفي مسؤول تاني طلع قال لك احنا ما جبناش حكم اجنبي عشان ارتحنا للحكم اللي جاي، وانت كنت عارف منين ان هو جاي عشان ما تطلبش حكم اجنبي. انا بحذر من التفاصيل دي، لان اللي جاي بالشكل ده انتوا مش هتسمحوا ان المسابقه تمشي بمعيارين مهمين جدا، معيار المنافسه العادله ومعيار النزاهه الرياضيه. ألف باحتراف لازم تكون المعايير دي هي اللي بتدار بيها المسابقات. طيب نروح بقى لاخبار الاهلي. النهارده كان في تدريب صباحي للفريق، بكره ان شاء الله اجازه، الخميس اجازه، يوم الجمعه في تدريب صباحي وده جزء من تدريب النهارده، ويوم السبت السفر الساعه 12 الظهر الى المغرب استعدادا لخوض غمار منافسات كاس العالم للانديه. الفريق هيسافر السبت يوصل الساعه 8 بتوقيت القاهره، عنده تدريب مسائي الحد والاثنين والثلاث، استعداد بقى قبل مباراه اوكلاند سيتي يوم الاربعاء اللي جاي، زي النهارده الاسبوع الجاي ان شاء الله مباراه اوكلاند سيتي. النهارده كولر عمل محاضره مع اللعيبه، عبد المنعم وياسر ابراهيم النهارده انتظموا الحمد لله في التدريبات الجماعيه وهيكونوا ان شاء الله في القائمه النهائيه لكاس العالم، وكمان كان في جلسات استشفائيه لحسين الشحات ومحمد هاني في مران النهارده استعدادا للمرحله اللي جايه ان شاء الله. ضمن يمكن صوره اهي او بعض اللقطات من التدريب الصباحي، ودايما عارفين ان كولر بيشتغل بشكل علمي بصراحه، بيعمل تدريبات استشفائيه في اليوم التالي وبياخد اجازه او بيدي الفريق اجازه بعدها ب 48 ساعه. كريستو ان شاء الله باذن الله نشوفه قريب، طبعا الجهاز الفني بيتمهل في التوقيت اللي ممكن يشارك فيه، وفي نفس الوقت مهم جدا لعيب يدخل مع الفريق ويلعب بشكل جماعي، دي نقاط مهمه جدا بيتكلم عليها مارسيل كولر مع اللاعبين. ناس كتير اكيد بتبعت له وبتسالني على موضوع كهربا، كل ده بالتاكيد هتكلم فيه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن جات لي رسائل كتير قوي من الناس عايزه تعرف ايه موضوع التحقيق النهارده اللي تم في اتحاد الكره بخصوص يعني محمود كهربا والشكوى التي قدمت ضده في الاتحاد المصري خلال الساعات الاخيره. الموضوع ببساطه يا جماعه، لما بقى في حد بيقدم شكوى في لجنه الانضباط اكيد لجنه الانضباط بتعمل فيما اشبه يعني بجلسه الاستماع او تحقيق عشان تعرف ردك على يعني الاتهامات المنسوبه اليك باللغه الدارجه في القضايا وفي المحاكم. احنا خلاص دلوقتي بقينا بنتكلم في الرياضه وفي الكوره لكننا بالظبط موجودين في المحاكم، محكمه جنح بقى، محكمه جنايات، للاسف يعني البعض خدنا لسكه ما لهاش علاقه بالرياضه اطلاقا. ولكن النهارده كان موجود محمود كهربا
وتحدث بالتأكيد في كل الأسئلة اللي وجهت إليه من المستشار القانوني للاتحاد ومن خلال أيضا رئيس لجنة الانضباط اللي موجود. وكان النهاردة كمان موجود المستشار محمد عثمان المحامي طبعا اللي ما كان موجود مع محمود كهربا عشان يبقى فيه رد على للأسف الموضوعات اللي اتقالت في الفترة الأخيرة واللي أنا طلعت واتكلمت فيها أول امبارح وقلت مفيش قضية مفيش موضوع مفيش أصلا يعني حالة ممكن نتكلم فيها عشان نقول كهربا اصلا ما غلطش، مفيش حاجه حصلت اصلا يعني، لا في هتافات مسيئه ولا في كلام مسيء ولا في اي حاجه خالص، ده بالعكس يمكن عدد من البرامج امبارح كانت بتتكلم بنفس الاطار، لو انت مش عارف بتهاجم وبتحاول تحط الكوره ومش عارف ايه، قالوا بنفس المعنى وبنفس الكلام، لكن وانتوا عارفين طبعا ظهور كهربا وتالقه في مباراه الزمالك يمكن عمل حساسيه شويه وزعل البعض لدرجه ان هو وصله لمرحله انه بقى مش عارف هو بيعمل ايه، ولكن لسه كمان في شكوى النادي الاهلي قدمها في رئيس نادي الزمالك على التصريحات اللي اتقالت بقى صوت وصوره ما فيهاش نقاش وما فيهاش جدال والكلام كان واضح، ورئيس نادي عضو مجلس اداره هو احد عناصر اللعبه وسبق قبل كده لاتحاد الكوره كان خد عقوبات على بعض اعضاء مجالس ادارات احد الانديه بسبب خروج عن النص، فلما نشوف ان شاء الله ايه التحقيق اللي هيتم مع المسؤول او رئيس نادي الزمالك في جلسه تحقيق يوم الاحد اللي جاي طبقا للاخبار الوارده من اتحاد الكره ان في جلسه تحقيق ايضا مع الطرف الاخر يوم الاحد القادم، وهنعرف بعدها ان شاء الله ايه اهم القرارات اللي ممكن تتخذ من لجنه الانضباط. طيب ترند الاهلي اكيد ما كانش بعيد عن كل الاحداث الجاريه اللي اتكلمنا فيها النهارده في المقدمه وفي الحلقه، واكيد السوشيال ميديا اتكلمت على كل هذه الاحداث، كاس العالم للانديه، موضوع كهربا، موضوع كلاتنبرج. تعالوا مع بعض نبدا نروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا عشان نبدا نشوف ابرز الموضوعات والعناوين اللي كانت موجوده في منصات التواصل الاجتماعي. حساب في الجول وزي ما قلت الحديث عن محمود عبد المنعم كهربا حضر برفقه محمد عثمان المستشار القانوني لجلسه الاستماع بلجنه الانضباط باتحاد الكوره بعد شكوى نادي الزمالك، وقلت لحضراتكم اكيد في ردود على كل الموضوعات اللي تم طرحها على اللاعب، وكلنا الثقة إن شاء الله في المسؤولين وفي لجنة الانضباط واتحاد الكرة إن هيكون في قرارات سليمة تحفظ هيبة الكرة المصرية وتحافظ على لاعب بيتعرض لكثير من الخروقات القانونية في الفترة الأخيرة. نروح لحساب سبورت 68 مصرية وبيتكلموا على خالد عبد الفتاح اللي امبارح خد مان اوف ذا ماتش، أداء رائع ضد الزمالك الراجل المباراة ضد البنك الأهلي. خالد عبد الفتاح يظهر جودته مع الأهلي من أول مباراتين كأساسي. في مباراة الزمالك لعب مساك مكان محمود متولي ومحمد عبد المنعم وظهر بشكل جيد مع رامي ربيعة. مباراة الأمس أمام البنك الأهلي لعب ظهير أيمن ويعني كان في راحة لمحمد هاني وحسين الشحات وعندنا أكرم توفيق وكريم فؤاد عملوا عملية رباط صليبي فما كانش فيه غير خالد عبد الفتاح. تعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة وتم استبداله. فخالد عبد الفتاح بعد ما كان ظهير ايمن لعب ظهير ايسر ونزل محمد فخري ولعب في الجبهه اليمنى، يبقى انتوا قدامكم هنا الله اكبر عليه يعني لعيب جوكر مساك وباك رايت وباك ليفت نمسك الخشب ان شاء الله تكون انطلاقه قويه، ودي الصفقات اللعيبه اللي ممكن تضيف بجد للفرقه. النادي الاهلي السنه دي الحمد لله عمل تدعيمات اكيد شفتوا نتائجها بشكل كويس وننتظر كمان الافضل خلال الفتره اللي جايه لتدعيم بعض الخطوط في الفتره اللي جايه. نروح لحساب كوره 11 قبل التوجه للمغرب الاهلي يكشف موقف مصابي الشياطين الحمر من المشاركه في مونديال الانديه. طبعا كريم فؤاد اكرم توفيق عملوا عمليه رباط الصليبي فبالتالي مش هيلحقوا اصلا حتى نهايه الموسم. مصطفى شوبير كان تعرض لاصابه في غضروف الركبه وبالتالي ايضا لن يلحق بالبطوله. طب الكلام بقى على علي معلول، محمد هاني، برونو سافيو، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، السته غيابوا عن مباراة البنك الأهلي امبارح، ولكن هل غيابهم ممكن لا قدر الله يؤثر بشكل سلبي على وجودهم في القائمة النهائية اللي هيتم تسجيلها يوم 30 يناير كحد أقصى؟ إطلاقا. يمكن الجهاز الطبي قال إن الستة إن شاء الله جاهزين للمشاركة في مونديال الأندية، يعني بعد أسبوع مباراة أوكلاند سيتي ما عندناش مشكلة في الست لعيبة، والقائمة النهائية هتكون يوم 30 يناير، وحاليا في القائمة المبدئية تقدر يعني يا دوبك تشيل 3 4 لعيبة عشان تسجل القائمة النهائية اللي هتكون من 23 لاعب من ضمنهم 3 حراس مرمى. طيب نروح للخبر اللي بعديه كورة بلس وبيتكلموا على موقف برونو سافيو ومحمد عبد المنعم، وزي ما قلت لحضراتكم هم تعافيا من الإصابة وهيسافروا إن شاء الله مع بعثة الأهلي خلال الساعات اللي جاية. النادي الأهلي أكيد كان سجل قائمة مبدئية
بحد اقصى كان يوم 9 يناير. القائمه المبدئيه حسب المعلومات اللي عندي في حدود حوالي 26 او 27 لاعب، يعني هتستبدل لو جبت صفقه جديده تقدر تستبدل لاعب وتحط اللاعب الجديد قبل يوم 30 يناير. طيب مش هتستبدل وانت اكتفيت بالقائمه اللي معاك 26 او 27 لاعب، على سيستم الفيفا هتحذف ثلاث اسماء عشان القائمه النهائيه تكون 23 لاعب من ضمنهم ثلاث حراس مرمى. حبيت تاخد كمان العدد الزياده ده معاك في الرحله، بحيث لا قدر الله لو حصلت اصابه قبل اول مباراه اكيد هتعمل ده، لان ممكن يكون معاك في البعثه ال 23 مقيدين في القائمه الرسميه، وممكن تاخد كمان معاك 3 4 لعيبه زياده بحيث لو لا قدر الله في اي اصابه تقدر تستبدل بتقرير طبي، ولكن قبل 24 ساعه من المباراه الاولى فقط. دي اللوائح المنظمه للبطوله. حساب اليوم السابع بيتكلموا على احمد نبيل كوكا، قلت امبارح خرج للاصابه ونزل مكانه محمد فخري، فالاشعه هتحسم مده غياب كوكا عن الاهلي قبل مونديال الانديه، وهنشوف ده بالتاكيد من خلال دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي. طب حساب بطولات، وبيقولوا النهارده كانت في جلسه تصوير لبعثه الاهلي استعدادا لكاس العالم للانديه الفتره الجايه. على فكره الاهلي عنده امور اداريه مهمه جدا، جلسه تصوير للصوره الجماعيه، وفي اكتر من اجتماع فور وصول البعثه ان شاء الله. البعثه تصل يوم السبت، غالبا يوم الاحد صباحا هيكون في اجتماعات وورشه عمل مع الاتحاد الدولي، يمكن ممكن تستمر هذه الاجتماعات لاكثر من حوالي 5 6 ساعات، ودي بتبقى اجتماعات مهمه للوفود الرسميه في اليوم التالي للوصول قبل المشاركه في كاس العالم للانديه. فالفتره الجايه هتشوفوا صور مبهجه للنادي الاهلي، والمره دي من حسن حظنا الحمد لله مفيش اجنده دوليه، فكل القوام الرئيسي هيكون موجود، عكس اللي حصل طبعا في بطوله ابو ظبي، كانت الفرقه مسافره بدون نص الفريق اللي كان موجود في الكاميرون مع منتخب مصر. حساب في الجول، وبيتكلموا على ان محمد مغربي مدافع الاهلي قريب من الانتقال لسموحه معارا لمده موسم ونصف، وانا باكد لكم يمكن خلال ساعات النادي الاهلي اكيد هيعلن بشكل رسمي كل التفاصيل الخاصه باعاره محمد مغربي الى سموحه لمده موسم ونصف، نص الموسم الحالي والموسم القادم كله، وان شاء الله كل التوفيق لمغربي عشان يرجع ويبقى اضافه للاهلي خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه معايا حساب يلا كوره، وكلام مهم جدا من عامر حسين المشرف على اداره المسابقات، وفي تصريح ليلا كوره الدوري سينتهي قبل تحديد المتاهلين لبطولتي افريقيا. طيب ايه اللي هيحصل في هذا الملف؟ الدوري لو خلص قبل 30/6 هتاخد الترتيب النهائي للمسابقه عشان تبعته للاتحاد الافريقي وتقول له مين هيشارك دوري ابطال ومين هيشارك كاس الكونفدراليه، ولكن لما يتاجل الاهلي 5 مباريات 4 في الدوري ونهائي الكاس امام بيراميدز، فالدوري اكيد هيستمر بعد 30/6، ممكن يستمر لمنتصف شهر 7 لنهايه شهر 7، ده هنعرفه اوائل الاسبوع اللي جاي. ولكن ماذا لو طلب الاتحاد الافريقي اسماء الانديه يوم 30/6؟ وقتها هتعمل ايه؟ اللائحه بتقول، والمره دي اللائحه واضحه، هتبعت اسماء الفرق المتصدره حتى نهايه الدور الاول. يعني النهارده احنا في الجوله ال 15، الاهلي اول، فيوتشر تاني، بيراميدز تالت، والمقاولين العرب رابع. لو الترتيب ده فضل زي ما هو لغايه نهايه الجوله ال 17، يعني كمان اسبوعين، ده الترتيب اللي هيتم ارساله لو الكاف طلب قبل 30/6 اسماء الفرق. يبقى كده بشكل رسمي هيبقى الاهلي فيوتشر دوري ابطال لو مشينا بنفس الترتيب، وبيراميدز والمقاولين كاس الكونفدراليه، وده هيبقى الترتيب الرسمي لو وصلنا لبعد 30/6 والكاف طلب الاسماء قبل 30/6. سجلوا ده النهارده واحنا بنتكلم، النهارده كام؟ 26 او 25 يناير. 25 يناير، يعني قبل الحدث ده بحوالي 6 شهور. وما تنسوش ان السنه الجايه الاهلي ان شاء الله دوري سوبر ودوري ابطال افريقيا، وده قيمه ومكانه النادي الاهلي في القاره الافريقيه، وكمان عندنا كاس عالم انديه. اخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند. نروح للترند العالمي، وعندنا فيها يا جماعه تفاصيل مهمه جدا، والبدايه كالعاده مع محمد صلاح، الصوره المشرفه لمصر في اوروبا، وكان الله في عونه بعد الاخبار النهارده اللي انتشرت في الديلي ميل وفي الميرور، ماذا سيكون رد فعله اذا سالوا زملائه في ليفربول ماذا يحدث في التحكيم المصري وماذا حدث مع مارك كلاتنبرج. ركزوا في التفصيله دي مهمه جدا. ولكن تعالوا نشوف النهارده حساب الفيلد واتش على تويتر، نشر تصريحات لاندي ريبرتسون نجم فريق ليفربول بيتكلم فيها عن المو صلاح. تعالوا نشوف الصوره الايجابيه اللي على مصر اللي بيقدمها محمد صلاح، وللاسف شخص ما بيحاول يعكس الصوره دي ويقدم امور سلبيه. النهارده بيقول ريبرتسون عن صلاح، محمد صلاح هو قائد فريقه،
هذه هي الفائدة. لدينا الكثير من القباطنة، قبطان كبير، لدينا قادة دوليون، ومو هو أحد أكبر القادة في غرفة تغيير الملابس لدينا دون أن يكون في مجموعة القيادة. ده الكلام والإيجابي اللي ممكن يتصدر عن مصر من خلال نجم كبير زي محمد صلاح، حتى لو في شخص ما بيصدر صورة سلبية عن الرياضة المصرية. طيب نروح لحساب في الجول وبيتكلموا على أحمد حجازي، أو في تصريح مهم جدا لأحمد حجازي قبل مواجهة كريستيانو رونالدو. بكرة في ماتش مهم جدا ما بين النصر السعودي واتحاد جدة في الدوري السعودي. حجازي قال لكريستيانو أحد أعظم لاعبي الكورة عبر التاريخ، سنحاول منعه من الوصول للمرمى، سنواجه فريق النصر ككل ليس رونالدو فقط، الفريق به العديد من اللاعبين المميزين. مواجهة مهمة جدا وهنستمتع بهذا اللقاء ما بين حجازي وكريستيانو. لكن حجازي كالعادة قال تصريح مهم، نحن بنلعب النصر مش بنواجه كريستيانو بس. تعالوا بقى لحساب اي بي ال وورلد وبيتكلموا على تلاميذ بيب جوارديولا، وتعالوا شوفوا النتائج اللي موجودة مع تلاميذ جوارديولا. اولا احنا بنتكلم على ارسنال، ارتيتا يمكن ده احد تلاميذ بيب جوارديولا. حاليا الارسنال هو المتصدر الدوري على المان سيتي، يعني يعتبر بنقدر نقول ان التلميذ تفوق على الاستاذ حتى الان. ارسنال 50 نقطه، مانشستر سيتي 45 نقطه. طب تعالوا نروح نبص على برشلونه، بيقود برشلونه تشافي احد تلاميذ بيب جوارديولا. برشلونه قدامكم اهو في صداره الدوري الاسباني ب 44 نقطه. طيب نروح بقى كمان لدوري التشامبيونشيب مع فينست كومباني احد لاعبي المان سيتي، وكان تلميذ ايضا لبيب جوارديولا، حاليا بيقود بيرلي في صداره دوري التشامبيونشيب الدرجه الثانيه، ودول تلاميذ بيب جوارديولا وكل التوفيق ليهم. وزي ما انتم شايفين طبعا مدربين على اعلى مستوى بيعملوا نتائج طيبه في معظم الدوريات الاوروبيه. طيب السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رسالتكم للاعيبه الاهلي والجهاز الفني بعد تصدر الدوري وقبل السفر للمغرب للمشاركه في كاس العالم للانديه. حنان بتقول كلنا ثقه فيكم انكم هتشرفونا في كاس العالم، وان شاء الله الدوري في الجزيره، وبالتوفيق يا ابطال. استاذ مودي، مودي بيقول فرحتونا في الدوري وننتظر المزيد في بطوله كاس العالم للانديه ان شاء الله. يمكن مودي الاهلاويه كان بيتكلم على المشاركه في كاس العالم، نتمنى يا رب يكون في مشاركه جيده، وللاسف طبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعه، كنا نتمنى ناخد اكبر قدر من الاراء والمشاركات لكن للاسف في الوقت بيجري بسرعه. والنهارده الحلقه كانت دسمه وفيها فقرات عديده وكواليس مهمه. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.